الفنان كاماتشو ولد مدينة الصيف، مثل العديد من الأدوار المسرحية، وكان ليه دور سينمائي دخل به القلوب كل الجزائريين. وشكون فينا ما يشفاش على كحلة وبيضاء؟ مساء الخير كاماتشو. مساء الخير اختي، ومرحبا بك بالطاقم الفني اللي راهو معك. الله يعيشك، وحنا نتشرفوا بحس الوان بلادي باه تكون ضيفنا. نرجعوا بك للذكريات الجميله، الكحلة وبيضاء، وفكرنا شويه في الفيلم. يا حسره على هذاك الزمان، صافي 37 اللي جاز هذاك الفيلم. كان تحت قياده المرحوم عبد الرحمن بوكرموح، هو اللي عرض عليا الدور باش نلعب في فيلم كحله وبيضاء. وكنت انا صديق الربيع اللي ربي يرحمه، كنت صديقه ونعاونو ونبيعو في تركاوات لزناناط وذاك باش نشريو كروسه كرسي المتحرك لاختو الساسيه اللي لازم خوها باش يلعب لا فينال، لازم نشريو كروسه لاختو الساسيه. في كحله وبيضاء هزيت بالصوت و نشفع على كحلة وبيضاء، ذكرنا فيها. كحلة وبيضاء انا كنت عندي دو شونسون اللي الناس كامل مازالت الوقت تشفع عليهم. هي الغنية تاع صبرت صبرت، لما كنت في الكروسة وراح كنت راح للبومارشي وكنت نغني فيها، وانا كنت فرحان لما كنا راحلين، كنت فرحان بزاف بالدار الجديدة. كنت نغني في الغنية تاع صبرت صبرت لمي ما ويما مصبت دوايا يا ربي، واه مصبت دوايا رقد في فراشي دمعة جراية يا ربي، واه ليلي يوم ليلي ليلي يوم ليل ليلي يوم ليلي ليلي يوم ليل لا 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 لا.